السلام عليكم ومرحبا وسهلا واهلا بكم معنا في رمضان معنا من الاقاليم الجنوبيه. اليوم خصصنا هذه الحلقه للالعاب الشعبيه، والسيق لعبه معروفه في الاقاليم الجنوبيه وكذلك في موريتانيا يلعبوها النساء في اوقات الفراغ، الا انها في رمضان تصبح لعبه من الالعاب المشهوره. خلوكم تكتشفوا معنا كيف نساء في هذه المنطقه خاصه في العاصمه بوكرش يلعبوا هذه اللعبه. لنتابع. يلا تبارك الله ملعبها. يلا كيف تنفتح عمارها ثلاثة ولبت. بالنسبة للسيق هو لعبة تقليدية قديمة. اللعبة أول شيء بعد يعودوا فريقين، وفي العادة يعودوا لا نساء، احيانا يعودوا معهم رجال غير في العاده المعتاد عندنا يعودوا للعليات. هذو فريقين يقدوا يتكونوا من 20 رجاج، يقدوا يعود مثلا فريق فيه 10 وفريق فيه 10. بالنسبه لمراحل اللعب لا هنا حكموا سيق، يعودوا لا سبع سيقات، ولا هنا لعبوا السيق في العاده علو جهليد ذنبت كيفاك راهي فهم قواعد عيات تعدلها الناس. خالق لي يلعب علو جهليد غير الفاطره، بعد في العاده تلعب علو جهليد وتلعب مالي على قفليد، غير في العاده تلعب لا علو جهليد. السيق دائما كاع الناس تلعبوا، بالخصوص الناس اللي كانت في البوادي بها اللي كانت توفيها مهول الليل وتقصر بالسيق وتلتقى فيه الناس وتجمع عليه. يقال رمضان عنده خاصية، رمضان العليات الكبارات يلعبوه في النهار، ذاك الوقت اللي بين العصر والظهر دائما ذاك وقت الفراغ يلعبوا فيه السيق. وهو الغريب في الأمر هو عنه لعبة يقال فيه نوع من صيلة الرحم. كانت الناس تعدل برنامج كل نهار يلتقاو عند واحدة من الخيام، والله عند واحدة من الديار مخصرة نغدا عند فلانة لين يلعبوا عندها، يلتقاو عندها عقب صلاة الظهر. إن الرجل يصير صغير وأحيانا يعود مولي معاه رجل كبير يلعب دائما لا عقب منين يوفي الهم ويصير تفوت صلاة التراويح ويطيب الصحور يعود يتقان مولي. نفس الشيء عند واحدة من الديار. كم بينكم معاه؟ يا رب يا رب يا السيق عندي أنا بعد لعبة شعبية ممتعة، وثاني شيء عنها تفكرني بجدودي وأهلي الأولين عنهم، عنا مزلنا تابعينهم في ثقافاتهم ومزلنا محافظين على تراثنا الشعبي، وعنها أخير من ياسر من هذه اللعب المتطورة بحكم عنها زينة وياسر، ولغرضك أنت ترجع لذاك الزمن وما سقد ترجع له يا غير بعد بذاك اللعب بالسيق رانك رجعت لشوي من ياسر. كم بينكم عنها؟ ستة. مشي 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 نص قد قاسمت معك يا مشي مشي ست سيد. وبما زاد دستور المملكة دستور 2011 نص للثقافة الحسانية وعطاها حيز خاص من الاهتمام ومن الدعم المادي والمعنوي، يالطنا عنا اللي نعاونه في روسنا. وبما يخص السيق اللي تكلمنا عنه وشفتونا لعبناه الليلة، نختار ذو الشابات كيف ما لعبوها أماتنا سابقنا وكيف ما لعبت وجيال سابقا، اختاروا حتى زادهم يحافظوا عليه ومن خلاله يحافظوا على تراثهم كامل وعلى ثقافتهم كامله.